وإذا وقع القول عليهم
أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا وهم يوزعون حتى إذا جاءهم قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعلمون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور فنزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل ناتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر والسحاب من الله الذي أفعل كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكفت وجوههم للناس هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المذنبين وقل الحمد لله سيريكم وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا بالأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا بالأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وآمان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلون عسى أن يمنعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فأصبح فؤاد موسى فارغا كادت لتجيبه لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصي ومن ربه عن جلد وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت لتدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ووجد فيها رجلين
إنهم كانوا قوما فاسقين.
يفلح الظالمون. فقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين واجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا
الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما
لا يفلح الفاجرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي غضب عليك القرآن لراسك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين فلا يصدنك آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم أجب أحسب الناس أن يصعقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتحون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبقينهم بالصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل نسمة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث بهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إلا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن يكذبوا فقد كذب قومهم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا
وتأتون بهذه المنكر وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إلا أهلها كانوا ظالمين قال إن بها لوطا قالوا نحن أعلم من الأنبياء لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على آل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاهلين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلما أخذنا بنفسه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قسمنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بدل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كبدل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أرنا البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين كل ما أخرج إليك من الكتاب وأقم الصلاة